طبعا يا جماعة احنا بين عندنا الاطباق، الاطباق ديت متحللة عشان اللحمة، عدم تفاعل مع اللحمة. الاطباق ديت مستوردينها ومتحللة، الكيس اللي بتحط فيه اللحمة متحلل علشان متعملش مع اللحمة. خلص الكيس واقف على التغليف، هندخله في مكنة التغليف ونغلفه. التغليف ده يا فندم اسمه فاكيوم، مكنة الفاكيوم بيسحب الهواء من الكيس عشان اي بكتيريا اي حاجه تضيع منها بعد كده يلحم مكانها وتطلع الجوده ممتازه. ونجرب ونشوف. ايه رايكم يا جماعه في اللحمه؟ بسم الله ما شاء الله، كله صلى على النبي. شايفين اللحمه عامله ازاي؟ كده جاهزه اللحمه نعامل عاصمه سي او سي ستيك، جاهزه توصل لكم في اي وقت زي ما انتم شايفين الجوده. عايز رايكم في اللحمه وفي طعمها في الكومنتات.